اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من قناة اتش تي ام فوتوغرافي. اكيد عرفتوا من عنوان الفيديو ان الفيديو ده بنتكلم فيه على الشاشة للإيديتنج والمونتاج. طيب قبل ما اوريكم الشاشة اللي انا جبتها، عايز اقولك انت لو بتعملي إيديتنج على لابتوب او بي سي والشاشة بتاعته الجودة بتاعتها مش كويسة، مجرد ما تخلصي إيديتنج أو تخلص إيديتنج وتنقل صورك دي على الموبايل سواء أبل أو أندرويد، هتلاقي إنه الألوان اللي انت عملتها في الإيديت مختلفة تماما عن اللي انت عملتها أو اللي انت شايفها في التليفون. وده كان بيحصل معايا كتير زمان قبل ما أجيب الماك بوك برو. اللي خلاني أشتري الشاشة إنه أنا كنت من سنتين مثلا بشتغل على الماك بوك برو الام 1 13 انش، فحجم الشاشة صغير، وزمان ما كانش عندي ضغط الشغل اللي موجود دلوقتي. فمع كثرة الشغل عينيا بقت توجعني، المساحة اللي انا بعمل فيها اديتنج قليلة قوي، صغيرة جدا، محدودة جدا، فتعباني. فقررت ان انا اشتري شاشة كبيرة. طيب الشاشة دي اي شاشة تنفع للإيديتنج؟ لا، حتى لو غالية في شاشات مخصصة للجيمينج، في شاشات مخصصة للإيديتنج، وفي الغالب ما بيجتمعوش مع بعض في شاشة واحدة في الغالب، لكن في حاجات بتجتمع مع بعض جيمينج وإيديتنج بس سعرها غالي جدا جدا جدا. تمام، تعالوا بقى اوريكم الشاشة اللي انا جبتها ونتكلم عنها. هي تقيلة شوية. هي دي الشاشة يا جماعة، اسوس برو ارت، وده الموديل بتاعها بي اي 27 9 سي ار في. سي ار في، خلوا بالكم لان في سي في على طول، اوكي؟ دي سي ار في، هي دي الشاشة. هي تقيلة، ودي المواصفات اللي عليها اللي مكتوب هنا. تعالوا كده نتكلم على اهم مواصفات الشاشة دي. اولا الشاشة دي 4K HDR High Dynamic Range، البرايتنس بتاعها 400 نت، الادوبي SRGB اكيروسي بتاعها 99%، الSRGB 100%، DCI-P3 99%، وفيها حاجة اسمها IPS. IPS ده لما تلاقيه محطوط على الشاشة او مرسوم لك على الشاشة، IPS هو ده، شايفين؟ هو ده IPS. ده معناه انه من اي زاوية هتبص على الشاشة دي مش هيختلف معاك اللون. بصيت على الشاشة من الجنب زي ما بتبص في النص، زي من تحت زي من فوق، ما فيش اختلاف في اللون، وده من اهم 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 المزايا بتاعت الشاشة دي. وان الSRGB بتاعها 100%، ومعاها شهادة كاليبريشن، انها معمول لها كاليبريشن في احسن مكان في العالم، وهي اعتقد شركة كاليمان، او هشوف الشهادة لما افتحها، بس اعتقد اسمها كده كاليمان. خلينا نشوف مع بعض دلوقتي. انا هفتح الشاشة دي ونشوف المحتوى اللي جواها ونركبها ونشغلها ونشوف قد ايه هي حلوة. الشاشة دي في منها 24 بوصة، في منها 27، وفي بعض البلاد في 32، لكن اللي موجود هنا 27 و24. انا جبت 27 بصراحة، 27 انش بالنسبة لي كويسة. تعالوا نفتحها ونشوف مع بعض طريقة توصيلها على اللابتوب او على البي سي. بالمناسبة هي تقدر توصل طبعا عن طريق ال HDMI وال USB Type C. مش بس توصيل، هي ممكن لو شبكت عليها اي حاجة لابتوب هيشحنه، لان فيها شاحن بتطلع باور 96 واط لغايه 96 واط.
تقدر تشحن بالتايب سي ده اللابتوب الماك بوك، وفي نفس الوقت بتنقل الداتا، يعني هتشبكه بسلك واحد، اللابتوب هيشحن وهينقل لك كل حاجه على الشاشه دي. اوكي يلا بينا نفتحها مع بعض ونشوف هنركبها ازاي. ده كابل HDMI من HDMI ل HDMI، وده كابل ديسبلاي بورت USB تايب سي ل USB تايب سي. ده اللي بقول لكم عليه، ده تركبه في اللابتوب الماك بوك برو الام 1، وده في الشاشه يشحن اللابتوب وفي نفس الوقت ينقل الداتا. هو كابل داتا، ده كابل الكهرباء بتاع الشاشه، دي حاجه خاصه بالماونت اكيد، ده استهلاك الطاقه. اوكي ده بقيه الماونت، وده كمان بقيه الماونت. شوفوا يا جماعة، ده اللي انا بقول لكم عليه مهم جدا، دي شهادة نفتحها كارت من شركة كاليمان فيريفايد، دي بتقول لك ان الشاشة دي اتعمل لها كاليبريشن على اعلى مستوى، وانه نسبة الالوان اللي فيها مظبوطة 100%. لو الشاشة ما معهاش الشهادة دي هقول لك ما تشتريهاش. دي فعلا شاشة كاليبريتد على اعلى مستوى، ودي الشهادة. دي الحاجة المهمة اللي كنت بقول لكم عليها جوه الكرتونة. اوكي اول حاجة نجيب القاعدة، نجيب العمود، العمود ده هو، يركب كده ويتربط من تحت بالمسمار. المسمار اللي جاي معاه، بعدين دي فيها قفل، دي اعتقد بتركب في الشاشة الاول قبل ما نركبها على العمود ده. نقلب الشاشة على وشها، نركب ده. والله لو ركبت ده اعتقد ده يركب هنا الاول، وبعدين دي بالظبط كده. ده مكان الباور بتاع الكهرباء، سلك الكهرباء، وده زرار الاون والاوف، ودول الاتنين HDMI، وده ال display port 2، وده USB-C، واتنين USB عادي، وفيها مكان للماك
هيدفونز، نجيب الكابل الكهرباء نوصله اول حاجة، ونجيب التايب سي يو اس بي تايب سي ونوصله في مكانه. دلوقتي هجيب التايب سي احطه جوه اللابتوب، اللي متوصل بس اليو اس بي سي. طيب هو ايه المفروض كان يحصل؟ دلوقتي باليو اس بي سي اقدر اقفل اللابتوب. شوفوا الفولدرز هتطلع هنا، اول ما اقفل اللابتوب كل الفولدرز او كل التحكم خلاص بقى من الشاشة. طيب المفروض كنت اعمل ايه؟ المفروض كنت ادخل علامة الابل وبعدين السيستم سيتنجز وبعدين اروح على الديسبلاي ديسبلاي واختار، يعني كان في شاشة قبل دي، كان في شاشة يعني لو فتحت اللابتوب هيبان من الماك بوك اهي، شفتوا راحت ازاي. المفروض اختار الشاشة دي اللي هي البي اي 27 9 CRV، اللي هي الشاشة دي. بصوا يا جماعة انا لاحظت ان الشاشة اغمق من اللابتوب، يعني هنا اللابتوب انا نورته على الاخر، الشاشة لقيتها برضو معمولة على 50%، فهروح ارفع البرايتنس بتاعها لمية في المية. تمام، ده البرايتنس، يعني بصراحة البرايتنس بتاعها تقريبا اعلى من الماك بوك او زيه، مفيش اي اختلاف. شايفين الالوان طبيعية 100% زيها زي اللي كانت في اللابتوب بالظبط، انا مش شايف اي اختلاف. شفتوا بقى الشاشة دي عاملة ازاي؟ جميلة ازاي؟ روعة. شايفين المساحة اللي هقدر اشتغل عليها؟ الشاشة دي ما تنفعش للجيمرز. ليه بقى؟ لانها الفريش ريت بتاعها 60 ميجا هرتز او 60 هرتز، الماك بوك برو 60 هرتز، فدي مش شاشة جيمرز. فلو انت بتفكر انك تشتري شاشة عشان تلعب جيمينج قوية، يعني هي دي مش هتقول لا في بعض الجيمز، لكن جيمز قوية مش هتنفع. انت محتاج 180 المينيمم فريش ريت او 240 او 260 وانت طالع. اي استفسارات ترجعوا لي على طول على اليوتيوب او انستجرام او فيسبوك. لو عجبكم الفيديو عجبتكم الشاشة ما تنسوش دعم بلايك للفيديو. اي استفسارات بخصوص الشاشة، ده اول مرة افتحها قدامكم، واكيد قدام شوية هكتشف حاجات كتير فيها. عايز اشوف بقى الهارد ديسك، الاكسترنال هارد ديسك، هل لازم احطه في اللابتوب ولا ممكن احطه في الشاشة؟ كل ده هجربه الفترة اللي جاية، واشوف الصوت بتاعها لما اشغل فيديو اعمل اديتنج، هشوف السماعات بتاعتها هل كفاية ولا هحتاج اشتري سماعات خارجية. اوكي، ان شاء الله في حلقات اخرى هبقى اكلمكم عنها ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.